يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحاورات الشعرية التي تكون في الحفلات والأعراس هل يستمع إليها وتحضر؟ لا، هذه من اللهو، محاورات هذه من اللهو، لأنها بأصوات مطربة وأيضا معانيها ما فيها معاني مفيدة، إنما هي مدح ولا ذم ولا هجاء ولا ما فيها شيء مفيد، وهي لهو، هي من اللهو. نعم، ومن الغناء، فيها طرب لأنها تأتي بأصوات مطربة. نعم.